وأنا أصعد المنصة في غاية الخجل، لأنني ما كان لمثلي أن يتقدم أو أن يعتلي أصلا المنصة في حضور يعني معلمنا وشيخنا، وإني أعتبره شخصيا هو والد لكل قراء القرآن الكريم في مصر بل وفي العالم أجمع. إنني أصعد من المنصة وأتحدث إليكم وأقرأ وأنا في غاية الخجل من شدة أدبه وذوقه. بارك الله، هذا حق. أنت أستاذنا وأنت أمامنا وإمامنا، بارك الله لنا فيكم ورزقنا وإياكم محبة القرآن العظيم وحب الله رب العالمين ونبيه محمد. أشكركم جزيل الشكر على كرم الضيافة والأدب الذي عهدناه فيكم منذ أن سمعناكم تتلو آيات القرآن الكريم. جزاكم الله عنا وعن قراء القرآن وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، ونفعكم بما تقدمون للقرآن ولقراء القرآن الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحسنت القول وصدقت القول.